السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. ثمار القصيم للتمور معطينا عروض لمدة 10 أيام، ابتدت اليوم في فرعهم الوحيد الموجود في حي غرناطة على طريق الدمام مباشرة. بمجرد تدخل جوجل ماب وتكتب ثمار القصيم أو ترفع الشاشة توصل هنا دايركت. التمور والعروض والأسعار في السنابات القادمة. ما شاء الله المحل كل هالمساحة تمور، الخرافة بشكل يومي، ودينه يومية من القصيم لهالفرع. تشتري لبيتك، لزملاء العمل، للمكتب، للاستراحة، للإهداء، كل الفئات، كل الدرجات موجودة. التمور في السنابات القادمة. نبدأ بأول عروض عندهم، سكري مناصيف خرافة اليوم، سعره 8 ريال شامل الضريبة. وهنا الونانة مناصيف خرافة اليوم، سعرها 9 ريال شامل الضريبة. وهالسكرية الحمراء خرافة اليوم، سعرها 11 ريال شامل الضريبة. وكل هذه كميات كراتين بريحي. الكرتون 15 ريال شامل الضريبة. وهنا عندكم هالكرتون عسيلة رطب، يجيكم 3 كيلو، سعرها 25 ريال شامل الضريبة. كل هالكميات رشودية، سعرها السابق 60 ريال حاليا 30 ريال، والكرتون يجيك 3 كيلو وتقريبا زيادة. وهنا ما شاء الله نبتة علي، الكرتون سعره السابق 60 ريال حاليا 30 ريال، كرتون يجيك 3 كيلو زي ما نلاحظ ونشوف قدامكم. شوفوا هنا ما شاء الله الشيش الرطب، سعره السابق 70 ريال حاليا 35 ريال لمدة 10 أيام، الكرتون يجيكم 3 كيلو والكميات متوفرة. وهنا شيش مفتة الملكي في آي بي، الكرتون 4 كيلو ما شاء الله تبارك الله، سعره السابق 120 حاليا 60 ريال لمدة 10 أيام، وزي ما نلاحظ الكميات متوفرة وتنزل باستمرار شامل الضريبة. وهنا هالمشدول الفاخر زي ما نلاحظ نشوف، الكرتون يجيكم 4 كيلو، سعره السابق 120 ريال حاليا ولمدة 10 أيام ب 65 ريال. هنا عندكم هالمجدول الملكي، كرتونه 4 كيلو، سعرها السابق 170 ريال حاليا ب 85 ريال شامل الضريبة. وهنا الصقعي ما شاء الله، الكرتون 4 كيلو، سعرها السابق 100 ريال حاليا ب 50 ريال. ايضا عندكم الصقعي الملكي ما شاء الله تبارك الله، شيء فاخر زي ما نلاحظ نشوف، الحبة كرتونه 4 كيلو، سعرها السابق 180 ريال حاليا ب 90 ريال شامل الضريبة. وهنا ما شاء الله السكري المفتل الفاخر، كل هذه كميات، الكرتون داخله 4 كيلو زي ما نلاحظ نشوف ما شاء الله. قدامكم الحبة سعرها السابق الكرتون 120 حاليا 60 ريال شامل الضريبة. وهنا نوع آخر من السكري المفتل، درجة أعلى زي ما نلاحظ نشوف الحبة ما شاء الله تبارك الله، كل هذه كميات، وسعرها السابق 140 ريال حاليا الكرتون 4 كيلو 70 ريال شامل الضريبة. ريال شامل الضريبة، كل هذه كميات ما شاء الله تبارك الله. وهنا ايضا نوع اخر من السكر المفتل، سعره ممتاز جدا، سابقا ب 90 ريال حاليا ب 45. أجود نوع عندهم من السكر المفتل الملكي، هالنوع سعره السابق 190 ريال حاليا 95 ريال شامل الضريبة. شفنا ما شاء الله الحبة ما شاء الله تبارك الله، زي ما نلاحظ نشوف 95 ريال لمدة 10 أيام، وكل هذه كميات كبيرة. هنا ما شاء الله السكر الجلكسي، كل هذه كميات، سعر السابق 150 ريال للكرتون حاليا ب 75 ريال، كرتون 4 كيلو شامل الضريبة. وهالنوع سكري جالكسي فاخر، الكرتون قبل 160 ريال حاليا 80 ريال شامل الضريبة. وأعلى درجة عندهم هالجالكسي الملكي زي ما نلاحظ نشوف الحبة، سعره قبل 200 حاليا 100 ريال شامل الضريبة. متخصصين في التمور، الأسعار لمدة 10 أيام. هذا ختام إعلاننا لهذا اليوم في ثمار القصيم فرع 1 حي غرناطة على طريق الدمام. بمجرد ترفع الشاشة بيوصلك هنا مباشرة، فرع كبير.